السلام عليكم ورحمة الله، كيف حالكم يا حلوين؟ إن شاء الله بخير. رجعنا لكم فيديو جديد من أنشراودد. يلا بسم الله نبدأ. أول شيء حبيت نبدأ الحلقة يكون يعني مو بالنهار، قريب لليل، علشان تشوفون الإضاءات الجديدة اللي ركبناها للبيس. تشوفون في شمعات وفي شعلات وزعتها بشكل متساوي عشان نضبط الإنارة عندنا في البيس. ايضا الى درجة هذه الشمعة تفوتكم اللي على الجمجمة وعندها الهيكل العظمي هذا، طبعا يسولف عالي اذا صرت نايم وسع صدري كلي. يلا يا شباب، الان هذا الدور العلوي. طبعا قربنا باذن الله، قربنا ان نبدا نرمم البيت او نفتح مواد البناء اللي تساعدنا بترميم البيت هذه. تشوفون توزيع الانارات هنا، تشوفون في الصالة في شموع، في شعلات، وايضا هنا في شعلات وشموع. حلو. ايضا اللي برا ما نسيتهم، وضعت لهم انارات. تشوفون المزارعة واللي معها اللي هي الصيادة، حطيت لهم انارة هنا. حلو. وايضا الحداد ما نسيته، تشوفون الحداد حطيت له شعلة وحطيت له شمعة هنا، وحطيت له ايضا تخزين. هذه من اقتراحاتكم بالكومنت، قلتوا لي حط له تخزين خاص فيه عشان المواد اللي نحتاجها للحدادة نحطها في هذا التخزين. وأيضا لا ننسى الكيميائي. الكيميائي حطيت له إنارات جوا وحطيت له تخزين خاص. والرحى أو مثل ما يسمونه هم اللي هي المورتر، أو مو مورتر عفوا، جرايندنج ستون، كانت على الأرض لكن رفعتها فوق الطاولة. طبعا هذه ترى طاح من تلولين اهلنا، ما ادري انتم تذكرونه ولا لا، يعني كانت موجوده لعهد قريب، يعني الى 55 سنه اللي راحت. هذه اسمها الرحى. فكرتها تشوفون الحصات اللي فوق اصغر من اللي تحت، ومن فوق كذا فيها فتحه يحطون فيها اهلنا الحبوب، من الحبوب القمح عشان يطحنونها. طبعا هنا نستخدمها لطحن العظام. وايضا لو تلاحظون اني اشتغلت على الفارمنج، رحت أجمع موارد. شوفوا الآن الباندج 20 والقنابل 20 وجمعت موية، يعني جمعت أغراض راح تساعدنا إن شاء الله برحلة اليوم. لكن من أهم الأشياء اللي جمعناها، عينكم على اللوت اللي فوق. حلو. تقول لي ها شو السالفة، مش السالفة، فتحنا درع جديد. طبعا ما فتحناه، لقيته بصندوق، لقيت درع اسمه درع الويزرد أو الساحر. هذه قبعة والصدرية والسروال والجلافز اللي هي اللي الله الجلافز والبوت. حلو. وايضا درع لقيتها اسمها درع البطل او درع الهيرو، ولقيت هذا اسمه سيف الذئب الابيض. وقعت بالحب انا يوم قرأت مواصفاته. لكن قبل كل شيء، تذكرون يوم ننقذ المزارعه، مو انا وضعت شعله، انا وضعت شعله يوم ننقذ المزارعه علشان لو نموت ولا كذا عند المكان ذاك اللي بالشمال. الان نبي نروح لما ابوريكم وش سالفة الصندوق هذا اللي طلع لي اللوت البطل ذا. طبعا انا وش الطريقة، يوم شفت طحت بالصندوق ذا، او عفوا صندوقين مو صندوق واحد، طحت بالصندوق ذا، بديت كل يوم وانا اروح افرم من ايام اللعبة، يعني افرم وامر على الصناديق اشوف وش اللوت اللي بهن. الان خلونا نروح نمر على الصندوق ونشوف حظنا اللوت اللي بيعطينا. شوفوا هذه الخزنة اللي عطتنا، اللي انقذنا منها المزارعة، تذكرونها؟ الشعلة بمكانها ما غيرتها، تشوفون؟ صار الوضع فقط اني انتقل هنا اجمع الموارد اللي نقصتنا. جمعت هذا الورد البنفسجي اللي اسمه الفلاكس اعتقد، تشوفونه؟ فلاكس. وجمعت كثير من الفراولة كميات، وجمعت اللي هي الفايبر كميات، وايضا جمعت الريزن عشان اللي نصلح الشعلات، تشوفونه من الاخشاب هذه اللي ورقها احمر. جمعت الصراحه لوت بطل، قعدت افرم لاني تشوفون نزلنا الحلقه الساعتين لعيونكم، واخذت بريك يوم السبت فارمينج. البريك يعني في تفريم، كله تفريم. حلو، عشان نتقدم باللعبه. لكن لقيت، وش لقيت يا شباب؟ لقيت هنا غير الاشياء اللي عديت لكم، لقيت ايضا موارد جديدة ما هي موجودة عندنا. لقيت هذا طين احمر،
الطين الأحمر هذا هذا اللي يصنع منها الطوب. أنتم تعرفون إنه فوق اللي هو سقف البيت حقتنا قرميد، والقرميد مصنوع من الطوب الأحمر. فهذا مجرد إني أخذته قدرنا إننا نفتح الوصفة حقت الطوب الأحمر اللي يصنع منه القرميد اللي هو السقف حق بيتنا. عشان كذا قلت لكم الحمد لله يعني قربنا إننا نرمم البيت. وأيضا شوفوا هذا، هذا لقيته يا شباب، هذا اللي هو الكبر، كبر اللي هو النحاس. حلو، لقيت نحاس هنا ولقيت طين. الصراحة مكاننا مكان وضعنا للشعلة هذه كان خيار موفق. طيب الآن خلونا أوريكم الصناديق وين لقيتها وسالفة الصناديق. الصناديق في قرية هنا، القرية طبعا كبيرة وفيها ام بي سي، يعني فيها أعداء واجد. لكن أنا وسياند خلونا ناخذ الموية، أنا دخلت وقتلتهم كلهم عشان يعني نضرب عصفورين بحجرة، جمع اللوت واجمع منهم سكراب حديد، لأنهم الأعداء ذولا يرمون لنا سكراب حديد. ففريت كل البيوت، لكن اكتشفت ان واحدة من البيوت فيها بالسقف او فيها يعني مرة بالسطح فيها صندوق. شوفوا هذا طين، يمدينا نجمع نفرمه. حلو، هذا الاعداء. حلو، وايضا هذا واحد ثاني من الاعداء. طبعا الخطة انا شو زين سحب فيهم كذا، ام ندخل ام نصك كالباب وجيهم. حلو، ام نرقل الدار الثاني. هذا الصندوق شوفوه، يا سلام، شوفوا عطانا فأس إبك. وأيضا الصندوق الثاني خل نروح لما بسم الله. أوكي، نستخدم الميزة دي. طبعا شوفون الضباب اللي قدامنا هذا، أنا مخفيكم، نزلت به بزعت، نزلت بالضباب على طول مات اللاعب، التايمر ثواني ينزل. هذا الصندوق الثاني شوفوا عطانا واند، يا سلام، ليتني من زمان فتح الصناديق وانتم معي. لا 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 لا، في لوت بطل جانا، شوفوا هو في دقيقة. نحل 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 نحل، حلو حلو، بغينا نموت نلعبنا بصحتنا. اسمع علي، معنا باندج، معنا حركات حلوة لا يهمكم. طيب الآن شوفوا عندنا هذا الواند جانا، تخيلوا أزين من اللي معنا شكله، لأنه فيه هذا حق فاير، طبعا فيه فاير دمج وايس وفاير زيادة خمسة، يعني نطوره يزود دمجه. وايضا شوفوا يبدا من 26، اللي معنا ذا القديم اللي كان عصا يبدا من 26، لكن شوفوا فيه تطويرتين فقط ثنتين. فاعتقد انه هذا افضل اللي جانا، المفروض ان نطوره نستخدمه. هذا اسمه انفيرال واند، حلو. وايضا عندنا هذا الفاس قبل شوي جانا تشوفونه، حلو، هذا يصلح للميلي، يعني بلد الميلي. لكن شوفوا الآن خلونا نوجه البيس ووريكم اللوت هذا البطل اللي أنا جمعته وش قصته وش سلفته وش راح يفيدنا. خلونا بس نروح البيس بسم الله. أوكي، نسحب ذولا بشكل سريع. أو دقيقة دقيقة، ليش نسحب وليش ما ننتقل انتقال سريع؟ أوكي خلنا نشوف بسم الله. أوكي هلا، شوف يمدينا ننتقل إن شاء الله، يمدينا. أوكي بسم الله، والله يمدي كفو ايزي. خلونا الان اوريكم بلد الساحر كيف بيكون احسن مع اللوت الجديد. شوفوا عندنا هذا السيف، ليش انا سعيد اني لقيت هذا السيف؟ هذا السيف سيف مو عادي، يعني يعتمد على شخصية دمج، لا هذا سيف ساحر. حلو، كيف عرفنا انه يعتمد على السحر؟ تشوفون يعتمد على الماجيك بعد ما نطوره، يعني تخيلوا يبدأ دمجه من 26 ويمدينا نحط فيه دمج او سحر الشراود، يعني سحر الشراود هذا يعتبر من اقوى انواع السحر ضد المخلوقات اللي برا الشراود، اللي برا الضباب. لان مو معقول ان تاخذ سيف في شراود وروح تضرب اللي داخل الضباب، اصلا هم عايشين بالمنطقه دي ما راح يثر عليهم. فالسيف هذا بطل راح نطوره نخليه معنا. وايضا هذا الدرع جانا اسمه درع الهيرو، يعطينا 10 بلوك ويعطينا تخيلوا قوة الباري 35. الأول اللي كان معنا قوة الباري فيه 10، ومع ذلك تمكنت أني أسوي باري لبعض الأعداء. يعني كل ما زاد رقم الباري يا شباب، كل ما دوخ الأعداء أكثر والفرصة أنك تسوي باري أكثر، يعني تصير أفضل نتيجة. وأيضا هذا الواند راح نطوره. الفاس ما أعتقد راح نحتاج، هذا يبي شخصية ميلي.
ايضا خل اوريكم وش الفرق بين الدروع ذولي حقات الكيميائي ودروع الويزرد اللي الساحر. شوفوا درع قبعة الكيميائي تعطينا 11 بالمية زيادة على قوة السحر للضربات المباشرة الكريتيكال، وعندنا تعطينا الدرع اللي هي الدرع للفيزيكال او الدمج الجسدي 10 والدمج السحر 15، لكن هنا 15 23، والكريتيكال سترايك دمج يعطينا زيادة 19، يعني هذه افضل بكثير. حلو، ناخذها قبعة. وايضا تشوفون فيها بندانة اللي هي هي هذه اللي تغطي الوجه. طيب اللي بعده اللثمة، يعني عندنا الليلة الصدرية تعطينا ذي 24 مانا، مانا اللي هو الخط الأزرق تحت الصحة، حلوين، 21 42 هنا 30 61 فرق كبير. لكن شوفوا لو نعتمد هذه تبي تروح عنا المانا، زيادة المانا 24 ترى ذي ميب بسيطة، فما راح نعتمدها، يمكن نلقى شيء غيرها، نبي نخلي هذه صدرية الكيميائي. أيضا اليدين او الجلوفز عندنا يعطينا 2 زيادة على الدمج حق الماجيك هنا، وخمسة 10 هنا، 7 15 ويزود لنا دمج الواند اللي هو العصا القصير، فافضل كثير ذولي حقت الويزرد. البنطلون يا شباب هذا يزود لنا 9 مانا حق الكيميائي و10 26، طبعا اللي صار قلنا الدمج الجسدي التحمل، واليمين تحمل جستس الدمج السحري. هنا يروح منا المانا، لكن وش يعطينا؟ يعطينا دمج ريدكشن ليميت فور ماجيكال ارمر، حلو؟ يعني يزود يا شباب، حلو؟ يزود تقليل الدمج من الماجيكال ارمر، حلو؟ طبعا تقولوا لي ايهم احسن؟ ما ادري، اعتقد هذا حق المانا افضل. هذا حق المانا البنطلون الاول افضل، لكن هذا درع ازين. الان بروح اشيك على الثانيات حقت اللي نقدر نصنعها في البيس. شوفوا هذه البوت، ما جانا بوت الويزرد، جانا بوت الارشر، يعني بوت اللي رامي السهام. رامي السهام يعطينا 2 زياده استامنا، اعاده استامنا، حلو، و12 12. البوت هذا يعطينا مانا، يعني اعاده المانا 1 وخمسة عشرة، فأعتقد بوت اللي هو الارشر أزين، لأننا نحتاج استامنا، نسوي دوج كثير ونسوي زي كذا كثير أشياء، فنحتاج هذا البوت. طيب الآن خلونا نروح نجيب الدرع الحديد، تذكرونه اللي احنا صنعناه، نشوف ايش يعطينا، يعني نسوي ميكس بين الدروع. شوفوا هذا الدرع يعطينا 60 صحة للصدرية، والسروال 35 صحة. شوفوا الآن حنا قلنا انه هذا يعطينا 24 مانا، واضح؟ وهذا يعطينا 9 مانا، لكن حق الحديد او حق الرايزنج فايتر يعطينا 23 صحة ودرعه افضل، فيكفي مانا نستخدم هذا، حلو؟ وايضا ليه تقولون تقول ليش ما تستخدم ذولي؟ شوفوا هذا يزود الاتاك حق الميلي، يعني الشخصية الميلي اللي هي القتال بالسيوف، وايضا هذا يسوي ريجنريشن للهيلث، وايضا هذا يزود الكريتيكال دمج للميلي، ما نحتاجه ذولي. فالاشياء هذه الدروع اللي احنا سبق صنعناها هذه نقدر نستفيد منها بالوقت الحالي. الان خلونا نروح نشيك على الدروع الباقيه اللي موجوده مع الام بي سي اللي عندنا. شوفوا الان هذه تعطينا الدروع تنفع للأقواس، هنا 24 ستامنا الصدرية، تشوفونه إذا نبي زيادة ستامنا، وهذه إذا نبي زيادة ستامنا أيضا، يعني درع اللي هو الصيادة يركز على القوس وعلى ستامنا، يعني يحتاج شخصية خفيفة مرة. وأيضا هنا هذه ما تعطينا ذي دروع. أيضا خلينا نشوف هذا هل هو فتح لنا دروع ولا لا. اوكي بلاك سميث فتح لنا شيلد درع، لكن تشوفونه يعطينا 7 بلوك و20 باري، يعني اللي حصلناه افضل.
وايضا ما افضل شيء فتح لنا الى الان اللي هو الرايزنج فايتر اللي شفناه قبل شوي. طيب وايضا هنا اوكي هذا شوفوا يفتح لنا اللي هو درع الكيميائي فقط. يعني الان الدروع اللي متوفره نفس اللي قلت لكم نفس التشكيله اللي قلت لكم هذه افضل شيء راح نطلع فيه. 23 صح زياده و24 مانا وهذا قوة الواند وهذا قوة الكريتيكال ديمج 19% وهذا يسوي ريجنريشن للستامينا. يعني سوينا كولكشن من الدروع رقعنا لكن راح يساعدنا في البيلد. ايضا اثناء التفريم انا جاني نقطتين حلو. النقطتين هذه نقدر نستغلها الان. شوفوا نقدر نفتح هذه لا تحتاج الكويك تشارج. الكويك تشارج هذه تحتاج ثلاث نقاط. فأبوفر النقاط لمين اننا نقدر نفتح ذي. هذه وش هذه يا شباب؟ هذه شفتوا لا جينا نضرب بستاف مو يطول اللاعب كذا يشحن الضربه بستاف تذكرون؟ لا يقلل الوقت ذا الشحن 50% النص تخيلوا كذا بسرعه يبدا يطلق. طيب الان بما ان خلصنا من الدروع ومن يعني الكلام عن الدروع خلونا ننزلهن اللي معنا بشكل سريع. هنا ننزل الدروع الزايده اللي معنا وننزل هذا الفأس حلوين خلاص. الان خلونا نطور ذولي ونعتمد الدرع. طبعا الدرع نحتاجه لان صرنا نستخدم الواند يمدينا شوفوا يمدينا نسوي بلوك ونستخدم الواند بنفس الوقت. طيب الان نبي نروح لهنا بنقول هذا طور لنا اللي هو الواند الجديد اللي قبل شوي جانا حلو. شوف الان صار الواند اللي معنا 31 وايضا نبي نقول له طور لنا السيف حلو كذا. الان طورنا السيف وايضا نعتمدهن الان لازم نركبهن. هذا الواند الجديد حلو. طبعا الواند الجديد فاير عشان كذا انا بدلته بهذا. الواند الثاني ما راح المسه لانه ايس. والسيف ايضا راح نعتمده راح نخليه هنا اوكي خليه هنا. القنابل خلوهن بمكان المويه واي شيء تبع البف ننزله تحت واضح. طبعا هذولي خلاص نبي نرميهم بالصناديق يلا بشكل سريع. ايضا يا حلوين انا ما ادري تكلمت عن الخواتم او لا لكن الخواتم مثل ما تشوفون عندي الخاتم اللي جندري رجعته اللي هو يسرق الحياه ويسرق الدم من الاعداء. وايضا عندنا خاتم الكيميائي اللي فيه المانا والستامينا والهيلث. طبعا خاتم حق اللي هو الساحر ما راح استخدمه لانه فقط يعطي مانا ويعطي حبه واحده ريجنريشن للمانا يرجع المانا. طيب الان احنا بنجي عند هذه نبي ليش ايش رايكم نصنع بوب كورن؟ البوب كورن يقول يبي فاير بليس. الفاير بليس ما ادري وين نجيبه يا حلوين ايضا ما حطته لنا نصنعه. فاللي نقدر نصنعه الان اللي هو هذا اوكي خلونا نصنع حبتين الفارم سويل وايضا نصنع من هذه الطاوله حبتين اوكي. هذه اللي تكلمت عنها انا وشرحتها في الحلقه اللي راحت قلنا انها تسوي تحتضن اللي هي الشتلات. فخلونا نحط حق الشتلات هنا برا عند مكان مكان هندولي اوكي. هنا واحده والثانيه حلوين ممتاز. لا خله هنا قريبة للكوخ حقهم اوكي. مثل تشوفون هنا هذولي حاضنات الشتلات عندهم عند اللي هي اوه ما شاء الله تبارك الله. شوفوا عندنا وصفات ذولي حقت الزراعة كلها نقدر نزين منهم شتلات. شوفون عندنا هذا الايفر جرين الانديجو كل ذولي الورود وعندنا الكورن الذرة الفلاكس البيري تقريبا كل شيء قدرنا اننا كل شيء قدرنا ان نلقطه من الارض يصير معنا وصفته تشوفون. ويحتاج نفسه تشوفون يحتاج ان نحطه بالاله نجيبه نحطه هنا اللي هو مثلا نبي نزين مثلا شتلات طماطم نجيب مويه ونجيب طماطم. خلوا شغل الشتلات راح نرجع له بعدين ان شاء الله. اليوم خلونا نركز على مهامنا. المهمه الاولى اكيد عرفتوها واكيد عارفينها من الاصل ان لازم ندز يمين هنا نروح نجيب
الكاربنتر، حلو، الكاربنتر اللي هو محترف قطع الاخشاب او مثل ما نسميه النجار احنا. لكن تشوفون ما في انتقال سريع ابد نهائي، يعني افضل انتقال سريع اللي هو حق البدايه، نقدر نسوي فاست ترافل، حلو، بعدين ننطلق يمين لمه. فخلونا نريح الان، نعبي الدقائق فل وناكل البافز بعدين نمشي. يلا بسم الله. اوكي خلونا نجلس هنا. اوكي خلينا نشوف الان الباك باك. طيب رجع الشعله، حلوين. طيب البف اللي معنا، معنا بف مويه الحين، ناخذ بف مويه. اوكي لا قبل بف المويه خلينا ناخذ بف الفراوله لانه يرجع الصح اذا انزلت، وايضا المشروم ذا العادي هذا يقوي السحر. اوكي اذا انقصت مره اللي هي اذا انقصت مره استمنا ناخذ بف مويه. لكن الان قبل نطلع تذكرت خلونا نمر الساحر ونصلح لنا هيل بوشن. طبعا هيل بوشن شوفوا رحت جمعت بربل بيريز، تشوفون الكرز البنفسجي، رحت جمعت منه كميه بمنطقه البدايه عشان نقدر نصلح هذا البوشن لعيونكم، لان كثير حلقه راحت يقولوا ليش البوشن ما تستخدمه وينه وكذا ومن هالامور. فها زينا كميه بوشن لعيونكم، حتى معنا زياده 9 يعني نبي نفسك بالتهيل، حلو. وايضا متحمس ان نجرب البلد هذا، بلد الساحر، اعتقد انه بيصير من اقوى البلد باللعبه اذا كملناه. لازم نكمله طبعا. اوكي الان تذكرون هذا المكان حق البدايه، جينا هنا، حلوين. خلونا ندز كذا مباشر نروح ل ايش قال له ذا اللي هو الكاربنتر. خلاص هنا ناخذ بف المويه علشان نفلل استامينا. بسم الله. يلا يا عيني. اوكي حلوين مستر، ممتاز. غادي يمدينا نرقى منه قل غيره، اما ما يمدي هذه عيب عند الرياجيل. قهر. ايوه كفو عليك، كفو عليك يا شخصية البطلة. فوق جبل نبي نطب سمكة على مكانه، لكن وين هو؟ هذه اللي فوق الجبل هناك، معقولة؟ لا يوهقنا، لا يوهقنا. خلنا نحط واي بوينت. دقيقة الواي بوينت هناك. النذل كان بيوهقني يبيني اقفز من هنا. يلا بسم الله. يا زين الجلايدر، تخيلوا ان الجلايدر تقريبا كان فيه نوعين او ثلاثه افضل من هذه اللي معنا، يعني الجلايدر اللي معنا هذه بدائيه لكن ما قصرت الصراحه خدمتنا. خلينا نشوف ايش فيه هنا، نطب سمكه. الو ممتاز. اوكي في شراود هنا، وهنا في بوابه نقدر نفتح. افتح يا سمسم. ما في احد، لا حياة اللي من تنادي. اوكي تغلون ذولا ما افتحوا لنا، ما علينا منهم. يلا خلنا ندز. طبعا هذه نفس منطقة البداية، نفس الاشجار، نفس اللوت، نفس منطقة البداية اللي احنا في ايدينا فيها. طبعا انا ودي اتحاشى الشراود اللي ما انزل به قدر الامكان، لاني احس الشراود اللي تحتنا صعب، ولا اذا حدونا على قصانا نزلنا نتفاهم معهم. يلا بسم الله. بس اوكي حلوين. يا ستر شو الاصوات ذي؟ حشرات، حشرات. نجرب عليهم السيف حقنا الجديد. حلو والله، ما في الا قوة تلقيط. السيف حقنا يدور مشاكل، يدور المشاكل. لا لا وحش، وحش وحش السيف حق الساحر. لكن غريب قوي يأثر عليهم، وهو حق مثل ما تشوفون هو فيه شراود، شراود ماجيك دمج، غريبة.
ويمكن عشان الحشرات ما لهن علاقة بالشراود. احتمال وارد. يلا بس خلنا ندز. طيب من هنا يقول 500 متر. اوه دقيقة دقيقة دقيقة. هذا كان احمر. والله سويت يوتيرن باخر لحظة. كان احمر ذا، وين رالي؟ شراود الضباب اللي قدامنا اعتقد ما نقدر نمشي فيه. اعتقد. ماني بجازم تراي. انا اشوف هذه حقت الشراود الشجرة. لكن ما ادري هل هو احمر ولا لا. انزل بطرفها اشوف. لان تشوفون هنا زي في زي النزلة والشلال. انزل من الشراود اللي عند حقنا القديم. اللي عند البداية. والله سليم الوضع. سليم. اطب على شجره كذا سمكه. بسم الله مع الفروع. والله ما ندري عنه. هذا متنا عاد الراس بان. اوكي. بسم الله. بسم الله. اوكي. اوكي لا يهمك. ابلع ابلع يا نذل يا ابن النذل. قصيته قدام عيونك. طرق طرق. اوكي اوكي اوكي. تعال 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 تعال. مجرب عليه سيفنا الجديد. حلو. اوف اوف يا دمجك يا الوسخ. اوكي. تخيل. والله اني صاد. والله اني صاد. ابلع. ابلع. ايوه. ابلع. خلصنا منه. طيب وش في حولنا؟ الصراحة القفزة الحقيقية جت بمحله. ليش؟ لأنه ما أدري ايش أعطونا. دقيقة نشوف. إلا والله جانا ثلاث نقاط. كافو. جانا ثلاث نقاط يمدينا نشري هذه الكويك تشارج. يمدينا نزود السبيريت هنا ونزود هنا الانتليجنت. لكن خلنا ناخذ الكويك تشارج ترى زين يا شباب. هذه الشحن السريع حق ستاف راح تفيدنا مره. حلو. يلا الان خلينا نشوف الفرق. اوه شوفوا جهز بثواني يجز. تبون ايه هذا الشغل؟ هذا الشغل. دقيقه توي استوعب احنا وسط حمام. كيف نطلع؟ او معنا ذي حقه البطله الحركه. دقيقه صحيح تستهلك مانا بس عوافي. حلوين. صوت معزه. اوكي. اما ما يجي فيها. اوف ضربه واحده. تخيلوا ضربه واحده بالوان ذا قفلنا ملفه. حلوين. من هنا. وش ذا ذيب؟ انت سهل. الله انت ايزي. تعال. اوه في صندوق هنا. كافو جانا نفس الخاتم حق المانا. ما في غيره عندهم. لو يبدلون الله يجزاهم خير. احرجونا بكرمهم بس يبدلون شوي من اللود. اوكي قول القم. القم. شوف قوة الساحر. تخيل الحين ما تطورنا يعني. عن جد يعني الى الان الى الان بالبدايات. يعني صعب انك تحكم وتقول هل هو ناجح ولا فاشل البلد حق السحر. لانه الى الان بالبدايات وانا اشوفه انه زين مستواه يعني قوي ضد اعداء وضعيف ضد اعداء ثانيين. لكن انا اراهن عليه. اراهن انه قوي قوي راح يبهركم من قوته. اوكي. جانا بو. البو هذا انكومن يعني غير شائع. اوكي خلنا نملطش ذولا الشرذمه. هذا الاول. وين راح؟ تعال. اوكي ابلع. والله يا الذئاب صاروا ايزي يا عيال. من جد ايزي. اعتقد المنطقه ذي الحنبه اسهل من منطقة الحلقة اللي راحت. منطقة حق الحلقة اللي راحت اتوقع اصعب. اوكي في بوشن هنا.
اوكي في لوت. وين؟ اوكي لوت. في باندج. اوكي هنا في هذا القماش نصلح فيه باندج مهم. اوه في سرداب. اسمع صوت فئران بس ما ادري ورالي ولا صدق. وين؟ والله ما بيورالي. والله دعسن وراي. والله اطلع تجليل. شال حظي يا عيال. وضيعت الباب. اوف اوف. تعال تعال يا عيال. تعال. اوكي. هذا الجرذي الاول. شلون كذا؟ نطلع من البيت انتكت ان نايمين زين. ما بدانا نوصل المنطقة ذي الا جا الليل. اوكي الدور الثاني. نبي نرجع للسرداب. بس خلنا نصرف ذولا. شوفوا الان في خطة. انا انقل معي كام فاير تشوفون. كام فاير نحطه مثلا بدال البوشن ذا. شوفون نزله هنا. حلو. بعدين نقيل. شوفون هنا الان جددنا التايمر حق الريست. شوفون. وايضا منها ان نسرع الليل. يعني بديت انقل معي كام فاير كذا اشيله معي خلاص. شوفون انطلع النهار. خلاص الان نبي نمشي. طبعا ما اقدر اشيله. اقدر اطبخ بس ما اقدر اشيله. اوكي خلينا نشوف. حلو. هنا في اوه في صوف كفو. حلو حلو. والله زين البيت. شفتوا البيت هذا احنا فيه. شوفوا يعطينا ستوك. يعطينا 15 راحة فوق يسار. طبعا البيت اللي احنا سكننا فيه عطانا اكثر اول ما سكننا فيه. الظاهر انه عطانا 16 اذا ماني بواهم. اوكي هذا البلكونة. ما في شيء. السطح ما له طريق. اوكي عندنا وود اسد. اوكي افتحوا لنا وصفه جديده حقه الهيل. نقدر نصنع الان عند الكيميائي. يا سلام. طبعا انا ما ادري قلت لكم الحلقه راحت ولا لا لكن ستاف شفت ستاف الطويل ذا اللي معنا فيه في تعويذه نقدر نطلقه بستاف تهيل لنا. تخيلوا تهيل اللاعب يعني ايزي الوضع. صحيح ضعيف حنا عندنا الدفاع لكن التهيل عندنا متوفر بكثرة. اوكي وينهم ذولا؟ قبل شوي هنا. يا نذل يا ابن النذل. اوكي ادري اعطيتهم بالايس. ايش اسوي مستعجل. اوكي هم عندهم ريزيست ضد الايس. لا تقول عقب البهدلة عاد صندوق عادي. اي والله صندوق عادي. اعطونا البوشن حق المانا اللي زود المانا. ما في باب سري شيء. غريب الصراحه اللوتشين مره ما يستاهل التعب ذا. اوكي مره اللوتشين. يلا يلا مشينا. اوكي نبي هيدا. بسم الله حطنا الوكس. وهذا ايضا قماش. طيب وين نبي؟ نشوف البيت الثاني. بسم الله. حلوين. اوكي قماش. الوته بشكل سريع. اوكي لوت كل شيء. ما اجانا شيء زين. يعني زين اللي اختصرت الوضع. يلا مشينا. اوكي هنا. في ملح ناخذه على طريقنا. يلا يلا ما في شيء. اوكي هذا وشو ذا؟ هذا اعتقد انه بقايا شراود. الا فعلا بقايا شراود. اوكي. اسمع صوت الذيب وينه؟ اوه في كهف. في كهف. زين انتبهت. اوكي. لا مو كهف عش. عش. طيب نقدر نحصده.
ايه اعطينا تويجز. اوه هذه طريقة ممتازة تجمع التويجز فيها. اوه ممتاز، هذه تصلح للارشر. شوف اللي عنده بل اللي عنده يا شباب بلد ارشر، البلد وشو اللي يطلق السهام، ممتاز له. وشو ذا؟ وشو هذا؟ اما باك باك فول دايم لقيت شيء مهم. الباك باك 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 فول هذا وشو؟ شيخ راح خشب. اوه دقيقة لقينا فطر جديد، الفطر الجديد. اوه يا سلام. اوكي لا ينقص، انا حسبته يزود، ينقص استامنا وينقص سرعة زيادة استامنا. اتوقع يصير العكس اذا طبخناه. نبي نطبخه نشوف ايش فايدته باذن الله. رحنا البيت خلو نطبخه ايضا نشوف هذا اللون، شكله متغبي هنا تحت الخشب. نشوف اعتقد طلع لنا كذا صدفه، يمكن نقدر نلوته بمكان ثاني ازين. الفطر ذا يكفي يكفي، مشينا. هذا وش هو؟ اوكي خد فهم مع البكباك. اوكي يعطينا الماده العاديه هذه اللي صنعنا منها بلوكات حقت الشراود. طيب يلا خلينا نوجه اللي بعده. اوه شكل المنطقه ذي تحت الشراود حقت ال حقت الكاربنتر. حلو نزود التايمر. اوكي بسم الله. اوكي لاحظوا ان نقدر ننزل تحت بس وين ما ادري. نشوف نشوف ايش فيه. بسم الله ابزع. يلا يلا معليش معليش، سوف نذهب ونحضر اغراضنا. في حمم وفيه شفتوه زي السرداب الطويل. لا ولا تقول اغراضي قد... لا يا شيخ اغراضي جوا. لا فوق فوق. اشوا 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 اشوا. الو يمكن احتمال نقدر ندخله مع طريق ثاني. شوف كل حمم اللي تحت هنا، كل حمام هنا. ايش فيه؟ اما خلاص تستمنا، عطنا مويه، عطنا لحم غزال او لحم ذيب، وعطنا فراوله الحين. اوف في شيء شطافني، في شيء شطافني. شفتك. اوف يا القوه، اوف يا القوة. يا ماكل عيش. اسمع صوت عدو عندنا بس وينه ما ادري. والله اعداء مو بعدو. انا الاوان نستخدم ضد مستاف. اوكي. بسم الله. القم. حلو هذا الاول. تعال من اللي بعده؟ من اللي بيتملطش؟ في واحد فوق تشوفونه؟ القوم مات. ايزي. يلا. حلو. اوكي في اعداء هنا. ما حطوا ذي كذا عبث، اكيد انهم يبوننا ننزل. اوكي هنا ايش فيه؟ ما احس في شيء. اوكي هنا حمام. الو؟ تعال. القمباري.
يا عيني يا عيني على الكامبو، لقمناه باري وسحر كله نفس الوقت. حلو. اوه لا دلعونا كذا من جد، دلعونا ويعطونا اشياء حلوه. حلوين من جد اشياء حلوه هنا. ايه هذه الماده. حلو. طيب ايش فيه هنا؟ اوكي هذه أول خزنة تلاحظون نجي لما مسيطر عليها شراود. خزنات اللي قبل ما سيطر عليهن، كنا نقدر ندخلهن ايزي. هذه خزنة الكاربنتر. اوكي طلع الحشرات مرة ضعيفات، مرة ضعيفات ضد الوان حقنا. اوكي تعالوا خلينا نجمعهن. تعال 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 تعالوا طلع عبي استمنا ربيكم ان شاء الله. اوكي بسم الله بسم الله. اوكي في واحد قال لي يدمر العشاش حقتهم. وين انت؟ اوكي ابلع. اوف 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 اوف. اوكي اوكي ابلعي ابلعي. والله السيف وحش، والله السيف وحش. اوكي هذه اللي مزعجه انا القمي بس. اوكي اوكي الو شكله من بقضيات. وين الطريق؟ الطريق وينه؟ اوكي 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 دقيقه دقيقه انت فاهم. اوكي ساحرات دقيقه دقيقه، احنا السحره الاصليين. اوف 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 دقيقه دقيقه دقيقه. اوف خرب بيته ومش الدمج ذا. اوه وين ستاف وين ستاف؟ دقيقه دقيقه عطنا مويه عطنا مويه. يا ساتر يا الدمج يا ساتر. اوكي فراوله. اح اح اوكي اللي بعده نبي باندج. يلا 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 ارجع عاليه. القمي القمي منو الساحر اصلي؟ انا ولا انت؟ يدي تقليد عالي. اوكي حسب انا بخلي يدي. اوف اوف لا 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 الحماس الزايد. اوكي نقصنا ذا دقيقتين النذل. اوكي اوكي طلع لي رسالة احذر، بدا يلعب بنفسيتي. اوكي نروح نشوف هنا وش اللي فيه. طيب قنابل. اوكي ما فتحنا درب. خلصت قنابلنا توجيك. اوه اما ستاف كفو. اوكي بس ما هو زين البور حقه دمار، مره البور حقه دمار. انا ما ادري شفتوه انتم ولا لا بس خلنا ناخذه. يلا صراحة ما يستاهل ابد ان حفرنا له ذا. اوكي بقي دقيقة يا عيال
بقى دقيقة. طيب وين طريق الرجعة؟ اوف ما نقدر نرجع، ما نقدر نرجع. اوكي في واحد قال لي اذا انحشرت بيجيك وقت تنحشر، قال لي اذا انحشرت اطلع للقائمة الرئيسية وارجع. يقول تراسبن عند بداية الشراود. اوه خلصت استامنا، خلنا نطلع خلنا نطلع يلا بس. اوكي الان مثل ما تشوفون رحت البيس ونزلت اغراض اللي معي، قلت فرصة. طبعا طاعت الجيم رجعت رسبني بالبيس. صراحة النصيحة مش ولا بد، هو قال لي انه يرسبنك هنا اذا طلعت، اللي فهمت من كلامه ودخلت يرسبنك هنا، لكنه رسبني بالبيس. فقلت عوافي، منها نزل اغراضي ومنها اني اجيب فليم واحطه هنا عند المدخل لان شكله صعب ذا المكان. وايضا شباب طبخت الفطر، تخيلوا ما صار يعطينا استامنا. يوم طبخت الفطر الازرق اللي جانا الجديد صار يعطينا انتليجنس، يعني هذا غرض السحر، هذا ممتاز يعني يقوي السحر. اشوف الان اخذنا واحده اوكي، وايضا البف حقه الظاهر يستمر يبطي يجلس كم دقيقه. والان تشوفون اللاعب مرتاح ومضبط اموره. خلونا الان نوجه الى ليلى الله الداخل الكهف يلا بشكل سريع. اذا في اعداء راح نسحب عليهم، نسوي له سبيد رن للمكان اللي وقفنا عليه. شكلهم ما رسبنوا الا والله مرسبنين. اوكي حلو، ممتاز. هذول بناخذهم مطب الحشرات. اوكي ايضا الساحرات ناخذهم مطب. حلو، استامنا لك عالية. شو هذا تخيلوا سكروه. ايوه خلاص الان معنا 5 دقائق تايمر. وايضا جبت البوشن الاصفر، شوفون هذا البوشن الاصفر هذا يعطينا زيادة دقيقتين كل شربة نشربه داخل الشراود، يعني ممتاز راح يفيدنا الان. اوكي الله يقهر يا عيال، تخيلوا يا شي نعجله، كان يمدينا نزود التايمر هنا تشوفون، بس حنا طلعنا عاد نعلم الغيب ما ندري. اوكي الطريق يحتاج القليل من القنابل. اوكي في ساحرة لقمة يا شينا. اوكي والله يا صرخة بلدن، شكلها صرخة قهر، في ساحر اقوى منه. اما يعني قبل شوي واصلين الكاربنتر كان يمدينا ننقذه. يلا يلا عافي. اوكي فتحنا الحلو ذا. اوكي ايضا في طريق قدام. اخيرا جاي رجعنا فضينا الاغراض، ترى الدنجن ما خلص، الدنجن بقيبة ما خلص. اوكي يلا لا يا شيخ وش اللي ذبحني. صفق روحي. يلا يلا ما عليه، انا توي استوعب المكان اللي حنا رسبنا فيه او اللي طلعنا منه باب فوق يطلعنا فوق الحشرات. انا حسبه تكمل للدنجن، طلع لا يرجعنا من حيث اتينا. دقيقه نبي مويه، نبي هذا. الو نبي فراوله، ما ادري ايش اللي ذبحني بس يلا، شكل الفول دمج هو اللي ذبحني اتوقع. اوكي نجيب اغراضنا يلا بسرعه، لا تصير اغراضنا هناك فوق. لا يا شينهم يا شينهم، اغراضنا فوق. اوكي ما في استامنا ما ينط. يلا 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 اجيب اغراضي بشكل سريع. اوكي الان رجعت من فوق من عند الفولت. اوكي ناخذ اغراضنا مريحين شو استامنا فل. يلا نطلع. اوكي بسم الله. اها اللي ردنا السقف، بغت تصير نفس الحركه، ردني السقف وطحت من الفول دمج. حلو لا لا خلاص الوضع ايزي.
خلاص الان بما ان جبنا الكاربنتر نروح نشوف شو الوضع. اوكي هذه الشعله، هذه الشعله، ممتاز. اوقع الكاربنتر مكانه، نحطه بالدور الثاني عند ال، طبعا الشعله ما راح اشيله، تكون الشعله يعني اختصار تودينا هنا تحت يمين، لان عندنا هنا كويست بس ما ادري وش هو. بيرد تمبر انتري، خلينا نشوف. ما ادري من تبعه ذا، ما اعتقد انه تبع ذا ولا ربعنا. يلا يلا مشينا للبيس. اوكي الان رجعنا البيس، خل نستخدم السمن ستاف. طبعا هذا المكان كبير يا حلوين، وكبير مره على الكيميائي، فخلونا ندخل معه الحبيب هذا الجديد. اوه قزم هذا الحطاب حقنا او النجار. خلونا نحط الزاويه هذه خاصه للنجار هنا. الو يا سلام، يلا خلينا نشوف شو عنده. اوه ثلاث مهام على طول كذا. يلا لازم نكلمه علشان يسجلنا المهام بسجل المهام. الو الكرافت عنده الكيلن خاص فيه، حلو نصنع. يلا لعيونكم، عنده كيلن خاص فيه. اوه اقعد، في جلايدر خاصه فيه. يا سلام شكل هزيه من اللي معنا، ليجندري يا عيال. كفو كفو. طيب وايضا خلونا نجلس هذا الجديد. اوكي نجلس الجديد وين؟ اوكي الفرن. طيب بدل ستاف، خلاص ما نحتاج ستاف، نحطها هنا بالزاويه. اوكي هذا الفرن الجديد. طيب هل نقدر نسوي له سناب؟ حلو. طيب اعتقد مكانه مناسب هنا. حلوين وش نصنع فيه؟ اوه اخيرا البركه يا حلوين، نقدر نصنع فيه طوب احمر، يعني نقدر الان نجيب الطوب الاحمر عشان القرميد حق البيت. ايضا شوفوا الوصفه، انا ما وريتكم اياها من اول حلقه، قلت لكم عنها بس ما وريتكم اياها. شوفوا هذه الوصفه اللي قلت لكم حقت الروف، شوفوا الروف اللي هو القرميد التايلز هذا البلوك، هذا يبغى فايرد بريك. حلو يبي اربع حبات عشان زين 50 حبه. فحنا انا قلت لكم قبل اني سويت تفريم للطين على خفيف. حلو هنشوف وينه. طبعا الاغراض دولي بسوي لهم ترتيب باذن الله، اوزعهن على احتياجنا يعني، او على طاولات الاشخاص يعني، هذا ودي هنا وهذا ودي هنا يعني، الاشخاص اللي يحتاجون الموارد المعينه. طيب هنا الطين وينه؟ وين ذلف؟ هذا هو شوفوه، هذا الطين اللي يبيه الحطاب، وايضا يبي خشب صح؟ اوكي عندنا كميات خشب، ما غير انقل خشب، وين راح؟ اوكي شكله هنا. ما في خشب هنا. اوكي بروح اجمع خشب، شكلي مقضيه انا زي في فحم. يلا وعوافي. اوكي الان طلعت برا، جمعت كميه خشب، الان خلينا نرجع لما. طبعا جاء الليل وانا اجمع خشب. اوكي. ممتاز. هذا صوت لنا. حلو، الان نحط الخشب ونحط الطين. ممتاز ممتاز. تخيلوا يحتاج واحد من الطين هذا الرو، ويحتاج واحد خشب عشان يجمع، عشان يزين لنا طوب واحده. خلينا نزين لنا الان ثمان طوب على الاقل عشان نزين 100 من القرميد. يلا بسم الله. اوكي من تشوفون حلوين، الان جيت هنا في الغابه اللي بالشمال افرم طين لغايه انه ما انكسر، تشوفون البيكاكس معي تحت. فيلا ننتقل للبيس نشوف شو الوضع مع الطين اللي كنا نضبط منها الطوب. يلا بسم الله. اوكي خلاص اشوف كم جمعت الان. معنا شده، شدتين، ثلاث، اربع، اربع شدات مع ثمان حبات. طيب شو يبي اذا يصوت لنا؟ اوكي تلاحظون اعطانا ايضا مهمه. حلو الان ناخذ منه البريك.
ونعطيه بعد ايضا الفرن وحده، خليه يزيلنا زياده ونروح لا اسمثي. اوه ايش عنده ذا يصارخ؟ اوكي اوكي يبي ادواته، يقول مفقوداته بيك ترجعها لي. طيب هل فتحنا اشياء جديده نقدر نصنع عن طريقه؟ اوكي اخيرا هذه يا شباب اللي سكرابي راك. اول كان عندنا واحده من خشب، هذه اللي تواسي الارض، هذه تواسي الارض، خليها مسطحه. ايضا فتحنا افضل منها سكرابي، اعتقد انها الان تقدر تواسي لنا الارض الحجريه وزي كذا. طيب الان مثل ما تشوفون نقدر نزين الفايرد بريك بلوك، طبعا البلوكات، وايضا نقدر نصلح اللي هو مثل ما قلنا الاسقف. وينه؟ هذا هو. يا سلام اخيرا. يلا نزين اسقف، كمية اسقف. اوكي سوينا بالكمية كاملة اللي معنا اسقف. الان ننطلق نبدأ نرمم سقف البيت. متحمس جدا نشتغل بسقف البيت، ومن زمان ما اشتغلنا بالترميم، يعني موقفين انتظر المستوى شوي حقنا يرتفع ونفتح الموارد. طيب هذه بدال العسل، حلوين. اوكي جبنا المطرقة الحين. طيب كيف نرقى فوق؟ خل نرقى من هنا عند الجبل. حلو ممتاز. بعدين من هنا، بعدين من هنا. يا سلام. اوكي وين المكسور؟ عندنا هذا مكسور صح؟ اي والله هذا مكسور من هنا، وهذا ايضا جاي بالعيد مكسور، وهذا وش جايهم قاصف حتى، يعني اللعبة بعصر قديم يعني. شوف وش وش شكله مقاليع. اوكي مقاليع الله يعني قديم. طيب الان نفتح اللي هي مواد البناء ونروح القسم الروف. حلو عندنا هنا الروف الصغير وعندنا الروف الكبير، نبدا بالصغير نشوف. يلا بسم الله. اوكي حلوين. ايوه نبي هنا. طيب هذه بسم الله. يا سلام كفو. هذه نرفع شوي فوق. حلوين. هذه يا سلام كفو والله، حتى تزيين هذه من القش على طول يضبط. اللهم لك الحمد. حلو لا تنسى اللايك اذا انت ما حطيت لايك الى الان. الصراحه ترى لا راك يعني لا حق حق، لا حق حق الى الان تتابع ما حطيت لايك، هذه مشكله. اوكي هنا هنا. يا سلام يا الاتيكيت، اخيرا صار بيتنا زين من الخارج. اوكي هذا ليش منكسر؟ اشوف ايش وضعه، ما في شيء منكسر. شوفون شكله يبي نفس حركاتنا ذيك الاولى. يلا ما يخالف. حلو حلو يا اخي، قلبنا باللعبه ذي الصراحه جميل. اوكي كيف انزله؟ كيو بعدين سلايد حق الماوس. لا ما نبيك هنا، نبي اخف اخف لو سمحت. اوكي ايوه انا لاحظت انه السناب انا كنت مفعله، اللي هو الالتصاق هو اللي مخرب علي، يوم طفيته ضبط السقف 100%. طيب خلينا نشوف ذا ايش قصته، هل نقدر نكسر هذا القرميد ونعدله؟ في طوبه من كسر هنا مفقوده، تشوفونه واضح جدا في واحده مفقوده هنا. اوكي وان هو يقول لي انه ما بناقص شيء. اوكي لا تسالوني شلون، لكن تمكنت اني اشيل هذه وضبطت السقف الحمد لله. تشوفون الان وضعه 100%، تشوفون حتى من الداخل ممتاز. طيب الان بقي هذه الزاويه فقط، الزاويه هذه خلونا نسكر السناب بوينت ونجيبه بشكل سريع. يلا اوكي نقرب هذه ممتاز. ايوه كذا ايوه ممتاز ممتاز. طيب احس انها ما ضبطت، وش اللي ناقص؟ يعني فيها خلل، تشوفون هذا اللي تحت شكل فيها نواقص، خلينا نشوف نتاكد اذا فيها نواقص ولا لا. هنا يقول ما فيها نواقص، تشوفون هنا ما يقول ما فيها نواقص، يمكن عشان الجدار اللي منكسر تحتها اتوقع، اتوقع من القضيض اللي تحتها، خلينا نتاكد. حلو
ونروح ناخذ هذه. طيب وش اللي تحتك انت؟ وينه؟ ايه هذا هو. ايوه اوكي ذي جلدناه. اوكي اللي بعده هذا شكله من القضيض ذا. شلنا القضيض. يلا الان نرجع هذا السقف. بسم الله كفو ضبط. وهذا بسم الله. يا سلام اهلا. خلاص ضبطنا. ابشركم الان السقف نروح نشوفه من الداخل. اوكي يلا بسم الله. طيب من الخارج فون. خارج صار شكله جميل بس باقي الجدران. الجدران ان شاء الله يا الله يا رب نفتحهن قريب. يا الله يا رب نلقاهن. اوكي الان خلينا نشوف. اوه ما شاء الله شوفوا السقف 100% ضبطناه كزاوية تشوفونه هنا. وهذه ضبطناه 100% لكن الجدار هو اللي مشوه. الجدار فيه مشكلة. حتى الأرضية إلى الآن ما فتحناها. ما نقدر ننظفها يا شباب. إلى الآن ما فتحنا الأرضية. لكن إن شاء الله بإذن الله قريب نفتحها بإذن الله. الآن كملنا مثل ما تشوفون. هنشوف وينهم. كملناهم تشوفون بالعالم حقنا. كملناهم الخمسة المعاونين. خلاص الآن نزين مهامهم وخلاص بإذن الله نبي نفتح كل باقي الأشياء اللي نقصتنا. تعرفون حالات اللعبة كذا التقدم خطوة خطوة. ما يصلح كذا على طول نصير قويين ولا على طول نخلص كل شيء بسرعة. فحالات التقدم إنه كذا يكون حبة حبة. طيب خلينا نشوف الآن كم زينا. أوه شوف ما شاء الله المهام. ماشي حتى هذا يقول هذا يقول إني ضيع أغراضي راح تشبهن. وهذا مش يبي. اوكي هذا ممتاز حق الكاربنتر. اوكي وهذا الكيميائي. اوكي وهذه الفليم. يا ساتر يا المهام اللي جدع علي. اوكي عندنا كمية طوب هنا. يا ساتر كفو. طبعا هذول سقفهم يبي تزيين لكن ابشاوركم شوفوا سقفهم هذا اللي الكيميائي والكاربنتر او النجار والكيميائي. شوفوا سقفهم قش. هل نغير نحط طوب نفس هذا او لا؟ اعطوني رايكم بالكومنت. طبعا الى الان ما صلحته تشوفونه. احنا فاتحينه نقدر نصلحه لكن تشوفونه مع الزاويه هناك من اخر شيء منكسر. فاعطوني رايكم وش نحطه؟ هل نحطه كذا قرميد ولا نحطه قش؟ اثناء تصفحي للقائمه لاحظت يا شباب انه فيه هنا عندنا شيء اسمه الكرافت كرافتس بيبل. يعني الصناع حقيننا يشوف ويظهر لنا الطاولات حقاتهم. تخيلوا الكيميائي عنده ثلاث طاولات وما فتحنا ولا واحدة منها. عنده النجر وعنده طاولة الكيمياء وعنده المعمل. حلو. وهذا اللي هو البلاك سميث الحداد فتحنا الفورج. باقي لنا سميثينج تولز وباقي لنا سميلتر. تخيلوا ما فتحناه. اللي هو النجار صديقنا الجديد عندنا الكلن فتحناه. باقي اللي هي طاولة النجارة اللي فيها المنشار الحديد. وباقي اللي هي أدوات النجارة. حلو. وأيضا هذه ما لها ما أعطانا لها طاولات اللي هي الهنتر. طبعا هي اللي أعطتنا الطاولة تجفف الجلد. وأيضا هنا هذه المزارعة تخيلوا باقي فرن وباقي مشب وباقي هذه تخص النباتات وباقي سموكر. وش سموكر؟ تعرفون اللي يطلع الدخان حق اللي يطرد النحل. اذا بغيت تاخذ عسل معك شيء يطلع دخان عشان تاخذ العسل. هذا هو سموكر. فايضا واثناء تقليبي بالمهمات جلست اتعمق نظر المهمات كذا. شوفوا عندنا المهمات الكويست. شوفوا الزرق تخيلوا هذا اللي يعطونا اياهن الصانعين اللي عندنا. واحد منهم الكيميائي معطينا مهمة يقول فيه برج للكيميائي رح جيب منه يد النجر. وحنا ما عطيناه وجه المشكلة. تخيلوا يعني المفروض ان رايحين نجيب النجر. وهنا
هذه ايضا واحد قايل لنا عن طاوله نروح نجيبها اللي هي الهنتر، وهذا الكتاب للمزارعه، وهذا القربلر للكيميائي حلو، وايضا هذولي السبيلز او التعويذات للكيميائي، وهذا النجار قال لنا عن مكان كوين الملكه راح اكيد الريورد. شوفوا هذا الاكس بي وهذا الريورد، هذا من شكل اتوقع انه درع او شيلد هنا. هذول المهام الرئيسيه، وهنا شوفوا هنا المهم، هنا انتم تبي تنبسطون مثلي الان. تشوفون الاشياء ذولي اللي تحت، هذول المهمات اللي نحصلهم بالمخيمات، هذول المهمات كلهن عاديات لك. وش يشد انتباهي ذا؟ اللي شد انتباهي هذه ورقها انا لاقيه بمخيم تعلمنا مكان بلوكات اللي نكمل بهن جدران البيت، تخيلوا. فهذه ضروري اننا نقول كذا شو اون ماب يورينا مكانها، ونحط واي بوينت ونبعد شوي نشوف وين مكاننا. اوه كفو يا شباب، قريب مره. شفتوا هذا اللي هو اللي نروح نفرم فيه بالشمال؟ قريب لما مره. طبعا لاحظت انه هذه الشعله هذه المفروض انه ما نشيلها، ليش؟ شوفوا معي بالماب كل الاماكن المهمه حولنا، شوفوا هذه اللي هي النجر، النجر حولنا هنا حق الكيميائي، وايضا هذه ما ادري وش هي لكن نقرا نوتة بعدين، لكن خلونا ندز قدام بسرعه متحمس نجيب الجدران. نجيب الجدران ذول اللي راح يكمل لنا جدران البيت. لكن على طريقنا خلونا نشقر كذا نمر على المخيم اللي فيه الصناديق. غدينا نلقى لوت زين منا غدينا. بسم الله. يعني بسرعة انزل خلص استامنا. طيب هذول شكل يا بعد خلاص الكلب بيجيهم. اوكي. بسرعة. اوكي سكينا باب بجيهم صح؟ اوكي. القم انت وياه. اوكي مراسبن اعطانا سيف. سيف مصدي. نكسر ناخذ حقات الرونز. اوكي. يلا بسم الله. الوين؟ اوه في ضباب احمر. في ضباب احمر يا شباب طريقنا حق الجدران. كيف نجيبهن؟ اعطانا نفس الواند اللي معنا. نكسره ناخذ الرونز. اوكي. طيب في جسر يا شباب، الجسر هذا يود وين؟ يدخل داخل الضباب صح؟ يدخل شوف 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 التايمر، شوف التايمر فوق. وين التايمر؟ مستحيل مستحيل مرة مستحيل. ثواني خلص. أنا عارف إنه لازم نطور الشعلة علشان نقدر نقطع، لكن هل في طريق بديل؟ أو في طريق بديل أفضل؟ أوكي هنا ريزيستد. نبدل الثلجي. اوكي. القم. القم. شفت قوة الساحر؟ قوة الساحر قوي قوي صراحة. تخيل احنا لسه بالبدايات. لو نطور اجل بعدين خليه مرة يعني قوي. نبي يدعسهم دعس. شوفون. طيب هل نقدر نتعدى هذا مع طريق ثاني؟ طريق ثاني. اوه في برج بعد. اوه ضروري الرجل نروح المكان ذا ضروري شباب. المكان ذا تحدي ان نوصله. اوه اجازف. اجازف ولا ما اجازف؟ كانه في كهف هناك قدام يدخلنا للجهه الثانيه. ولا انا واهم؟ اقول لا نامت اعين الجبناء، لا نامت اعين الجبناء. بسم الله. يا الله يا رب يا كريم. بسم الله. اوه من قال اني على اعصابي؟ اللي يقول عني على اعصابي كذاب. اوكي في شراود هنا وفي تايمر 7 دقائق لاني شاربن اللي هو الترياق هذا الاصفر. تعرفون اللي مسبق انه لو نطيح على حافه ولا شيء. طيب. اوه في اعداء جديدين. وش ذا الفطر يتحرك؟
هنشوف وشو، هل ينفع مع الثلج ولا ينفع معه؟ اوه 13 ليفل، يا ساتر، هذا يبي ستاف ذا. القم وشو جا ريزيستد، لا يتحرك الوسخ، يتحرك. عطنا بوشن حق المانا. اوكي بسم الله. اوه افكتف افكتف، بس انه نشيط متعافي. ما ادري عن شكله وان شوت، هذا يلمسني وان شوت يذبحني شكله واضح. الازبن مازلنا ضعيفين. اوكي مسالم، شوفوا ما لحقني يعني، ما يطول كذا، ما يشخصن الوضع. طيب انا ما ودي حفر، انا يعني كل الدوران ذا انا متجنب اني حفر. الو هنشوف اذا نقدر نرقى بدون ما نحفر. اوه جبان يا شباب، والله جبان، ما دريت اننا جبان. تعال اوكي، الحشر حشرناه يا عيال، حشرناه. كفو، القم. القم. اوه الوان حقنا قوي. يا وي. كفو قصيناه. قصيناه النذل، شاطينا لوت. السؤال شاطينا لوت. تقدرون تتوقع نقدر من هنا. والله نقدر من هنا نتسلق ايزي. اوكي سم فوق. صراحة غير مجدي قتله ابدا اللي تو. اوكي منا نقدر نتسلق، خلينا نشوف المكان الثاني منك. هل نقدر نتسلق ولا لا؟ وضروري نحط شعلة علشان اذا قدرنا طبعا. عشان ما نقفز المرة الثانية نفس القفزة ذي انتحارية. يمكن ما في طريق الا عن طريق الشراود ولا نتسلق مع الجبل. ترى الشراود اسرع. الجبل مشكلة قد نتسلق يا شباب، تعرفون الوضع. لازم نكسر حالتنا حالة. وش ذا اللي قدامنا؟ بدينا من اولها. او ندم بس وشو؟ اوكي. اعطانا صوف. وفي تحتنا شراود. الشراود ذا شكله يودي المنطقة الثانية صح؟ اوه خفافيش، تعال باتمان انت باقل. اوكي بسم الله، والله مليان هنا باتمان. اوه اثبت خلك كمك. اسمع صوت. اوكي صوت الحشرات، صوت الحشرات، وشكل دمجهن عالي، دمجهن عاصي مو بعالي. ما زالوا وراي، والله يعني قويات يا عيال، بدو صحتي كيف انقصات. لا 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 اتوقع لو نروح مع طريق ثاني ازين اسهل، ما زلنا ضعيفين مره. اوكي شكل ما في طريق ثاني، شكل مالي الا كسر، ما علي لكسر، خلينا نكسر يلا بس بسم الله. اوكي الان كسرت، تعرفون الطريقة سويناها قبل الحلقات اللي راحت. لكن وصلت هنا، هل اتابع التكسير ولا استخدم المانا؟ هل استخدم المانا؟ ابزع بس شكرا الله، يلا. ان شاء الله تضبط. اوكي بسم الله. نبي ندعس مانا ونلف يسار. لو نرجع على واحدة من ذولي اللي على الجوانب عوافي. اوكي بسم الله. والله كفو. اللهم لك الحمد. اوكي قطعنا. ضروري نحط شعلة، ضروري. اوكي. والله عارفين انه بنيجي منه، تشوفون. حلو فتحنا شيفمنت. عشان وصلنا المنطقة ذي. شكلها المنطقة ذي يعني صعبة. اوكي. خلنا نرقى هنا شو ايش فيه. بسم الله.
كل هالبهدلة عيونكم عشان زين الجدران. اوكي البرج نشوف ذا، ما ودي استخدم المانا. هنا ما في شيء يعني مثير للاهتمام، وفي هذا بداية البرج من هنا. ليش ما ناخذ البرج؟ البرج فيه فاست ترافل صح؟ اتوقع لو اتسلق للبرج يعني اسوي له سبيد رن زين، ارقى فوق، لان البرج الاول ما في اعداء، اتوقع ذا ما في اعداء. اوكي والله الطين هنا فل فل طين. اوكي بسم الله، والله شكله ما في اعداء، خل نرقى. بسم الله ناخذ ذي عشان رسبنا من عنده. يلا ايزي. اوكي رسبنا فوق، شكل في كهرب، والله اسمع صوت كهرب. وهنا ايش فيه؟ ما ينفتح. هنا برضو ما ينفتح. هذا وش ذا اللي ورا؟ اما كور نار، سلامات. والله كور نار. اوه كل ما كل برج شكله صعب، انك لازم تمر من عنده فخاخ وقش. اوكي. يلا. طيب ما راح اكسر الجرار. راح احاول نسوي له سبيد رن. حلو هذا الزر الاول. يا سلام. اوكي ضغطنا الزر. اوكي. شوفون الان ضغطنا زر واحد. شكل الزر الثاني مع الكوره قبل شوي. اوكي. اوه واحده رايحه واحد جاء. اوه سيدين. سيدين يا شباب الكوار، لكن مو بذا طريقة، انا ايش دخلني منها. اوكي حلو حلو، هذا الزر الثاني، ايش رايكم؟ ايزي الوضع، افتحوا لنا حتى الباب ذا الله يجزاهم خير، يسهلوا لنا الوضع، ما يبونا نرجع من نفس الطريق. ممتاز الحين فتحنا الباب ذا، خلاص الان نرقى فوق. يلا الطابق اللي بعده. اوكي الطابق اللي بعده ايضا شكل فيه نفس الشيء، في احجيات، انه مليء بالاحجيات. اوكي هذاك زر، وهنا اوكي. اوه اربع ازرار يا ساتر، اربع ازرار يا ساتر. اوكي هذا زر، نشوف دقيقة. الا زر زر هذا. اوكي هذا يشتغل. الو الو، ما في شيء يا سفاب الجي هنا. طيب الو الله يستر. طيب افضل طريقة يا شباب ان الان ننط. ايزي ايزي. اوكي ما تقولي جاي هنا. حلو 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 حلو، حسب ما في زر. اوكي هنا في زر الثاني. لا والله يبغى تجيب العيد حسب معي البوان. اوكي وضعنا سليم ان شاء الله. ايضا شطفنا ذا شكله ما شفناه. اوكي الان تخلصنا من ثلاث ازرار، تشوفون الباب هناك. بقي يا شباب اوه كفو، فتحنا اللي هو الكبر بار، اللي هو سبيكة النحاس. سبيكة النحاس فتحت لنا اشياء كثيرة نقدر نصنعها الان. ممتاز ممتاز، حلو حلو، فتحت لنا تعويذة جديدة للسحر. كفو. اوكي انزل انزل حمال ديك. اوكي لا 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 لا، ابى اروح انا للجهه الثانيه. اما افتحوا لنا طوب جديد، كفو كاني شفت بلوكات جديده. عيني الصندوق يا عيني الصندوق. عطنا مويه وقليل من الماء.
شافوا اما اخرتها قوس. طيب بقي الان لو تلاحظون بقي لا اله الا الله بقي واحد بس نشوف يمكننا تحت هنا. شوفه هناك واضح. اوف 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 بغيت اموت. وش ذولي؟ اوكي ايش هذا؟ هو الزر، هذا هو الزر. ممتاز فتحنا جميع الازرار، اللهم لك الحمد. الان ندز للباب. يلا الباب وينه؟ طبعا ترى مسوين لهذا سبيد رن، برجع له ان شاء الله اشوف اذا في لود ولا في شيء. لكن سبيد رن ايش معناه؟ يعني بدون تلويت. اوكي هذا هو الانفتاح، كافو. يلا اللي بعد الدور. اوكي الان رسبنا بالطابق اللي بعده وفي اثنين مفاتيح المره ذي. المره ذي اثنين مفاتيح. طيب معين نرقى معين نرقى. ايوه هذا المفتاح الاول. اوف ما يجي. نعطيه بالتعويذه. لا 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 غير التعويذه دقيقه. نبي شيء كثير معنا. الايس. الايس واجد معنا. ايزي ايزي. وها هنا يا زين ستاف. الله يوفق ازمي يا عيال. بدون ما نرقى. بدون ما نرقى قفلنا ملف الباب. كفو. طيب الان من هنا. اوكي ايش فيه؟ اما في طريقين وكلهم فيه نشواك. اوكي بغيت اموت الا شوي. اوكي في باب هنا وفي تشيست. اخذنا صندوق. حلو. اوكي خلينا نشوف هذاك. نشوف هذاك الباب. هذا نفسه يجيبنا من هناك وهنا ما في شيء مهم. ندخل يلا بسم الله. هو في باب هنا شفتوه؟ لا يورالي. حلو. طيب هنا تحت الدرج ترى دايم يخبون ما قلت لكم. جانا البنطلون الويزرد. عندنا مثل المشكله. يا فرحه ما تمت. بكسر دوري بجيهم بعدين ان شاء الله. عندنا هذا. حلو. هذا الاول. وهذا الثاني. ممتاز ممتاز. والله صرنا محترفين بالحجيات حقتهم. طبعا اكيد في بيبان مخفيه وزي كذا يا حلوين. ابرجع ان شاء الله باذن الله. ابرجع الوت المكان. يا سلام شكل اخر طابق. فعلا فعلا شكل اخر طابق. هذه الشعله. هذه الشعله. تافو. تواصلنا مع الفليم. خلاص. الان تشوفون يا شباب خلاص. صار عندنا فاست ترافل بالمنطقه ذي تشوفون. صار عندنا انتقال سريع. ولا انتقال سريع يعني مرتفع نقدر نقفز بالجلايدر. لكن هذا لا يثنينا عن وجهتنا. وجهتنا قلنا اللي بها الطوب. حلو هذه اللي بها الوي بوينت. اللي تفتح لنا البلوك. طيب وين الوي بوينت حقتنا؟ نبي نقفز سمكة عالية. هذه هي يلا قول بسم الله. ولا نروح لا دقيقة خل نروح نريح بالبيت ونجي. نقدر ننتقل انتقال سريع. اوكي الان شوفوا ريحنا الراحة فل اللهم لك الحمد. الان يلا نطب سمكة على شو قال هذا؟ البلوك. البلوك اللي حنا نبيه. طبعا تشوفون مريحين. اللهم لك الحمد. استامنا شغالة معنا زي اللوز. حلو. ايضا عطى مانا. عطى مانا. خلنا نرقى فوق. نبي الهاي جراوند. يلا بسم الله. حلو. خلونا نتعدى الشراود. الو الا وصلنا كفو. وش ابي ذا؟ خنزير اكرمكم الله. القم 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 يا قوة الوسخ. زبن 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 خنزير. القم شو يعطينا؟ ناخذ الجلد. اللحم ما نبيه خلى له. اوكي اخذنا الجلد ما احنا باخذين لحم خنزير.
طيب وينه؟ يا سلام، شوف الصندوق كفو. اوكي صدينا ضربك. اقول القم. اخذنا الجلد. اما وشهم ذولا؟ اعطيته. لا اله الا الله باري. ابلع باري. والله السحر قوي، بس اصبر وخل اعطوه فرصه انتم، وان شاء الله بيعجبكم باذن الله. طيب هذا ترى مو بنسيت، لا ادري اخذته كذا بشكل اسرع، برمي الحمر واحده. يا سلام، هذا هو البلوك. كفو ناخذه. يلا اللهم لك الحمد، فتحنا البلوك حق البيت. تخيلوا شباب. اوكي نشيك على المكان ذا، وش فيه وش ما فيه. في حديقه جميله. اوكي وش ذا؟ لافندر، لا انديجو. اوكي نلقط ذولي. حلوين. يا سلام كفو. الان زينا الكويست واخذنا اللحم اللي نبيه، اخذنا اللي جايين عشانه. خلونا نشيك على ذولي اللي على الجوانب يلا قبل نرجع. اوكي لقيت فيه سرداب تحت، وفيه جرادي قتلتهن، وفي صندوق. ممتاز، نفس المكان كفو. اوكي هذا المكان نفس المكان بالبدايه اللي يمدينا نوخره اللي فيه حطام. نرمي عليه قنابل بشكل سريع. اوه صندوق كفو. اوه جردي النذل. وينه؟ حتى صوته مزعج. القم. حلو. الثاني. الله قوي الواند عليهم. ممتاز. وارير تشيست يا زينة كفو. اعطونا صدرية محارب. ممتاز. خلونا الان نتجه البيت اللي بعده، خلف الماء. اوكي. اوكي لقيت نباتات تختلف في نفس المنطقة. شوفون هذولي اسمهم فورست بيت. وشو في جلدة ولا وشو؟ يعطيك ديكسيريتي. ممتاز. حلو. اوكي مكانه هنا جنب البيت هذه المنقضة. لكن يلا ما علينا، المهم نرجع الان البيس، شوف هل نقدر نصنع الجدار ولا لا. يلا بسم الله. اوكي الان رجعت البيس، خلونا نشيك على الاشياء الجديدة اللي افتحوا لنا. اول شيء يلا بالطاولة. ممتاز، افتحوا لنا بلوك حق النحاس. شوفون. وافتحوا لنا هذا البلوك. كافو. البلوك تخيلوا فقط يحتاج طين وخشب. يعني ايزي. شوفوا زينا كمية الان. يا عيني. اوكي البلوك اللي بعده هذا المشع. بعد صار عندنا الحديد. اوكي هذه الاشياء الجديدة اللي فتحناها. طيب الان خلونا نرجع نشوف وش الجديد عند ذا. وش الجديد عندك؟ اوه فتح لنا فاس جديد من النحاس، وفتح لنا بيك اكس جديد من النحاس، وفتح لنا شيلد جديد. حلو. وايضا فتح لنا سلاح جديد. حلو، اعتقد يحتاج نحاس. وايضا درع نحاس جديد. شوفون هذا يركز على الفيزيكال للمحارب. ايضا من الاشياء الجديده اللي فتح لنا عندنا هذا حق الادفنشر. تخيلوا يا شباب انه الصدريه لحالها تعطينا 120 صحه. حلو، لكنه يبي نحاس، يبي اشياء حلوه، وهذا البنطلون يعطينا صحه. طيب الان من الاطباق الجديده اعطانا ديكورات جديده ترفع اللي هو مستوى الراحه عندنا، واعطانا كبر فنس اللي هو شبك من النحاس، وفتح لنا هذه حقت جرابلينج هوك، عرفتوا اللي نتسلق لها، وهذه ايضا نوعين. ممتاز ممتاز كفو. هذا بالنسبه للبلاك سميث او الحداد. نشوف الثاني ايش فتح لنا. الكاربنتر فتح لنا مهمة جديدة. تخيلوا المهمة كأني قرأت فيها كلمة بلوك.
فيها كلمة بلوك إذا ماني بواهم. أوكي هذه صلحناها. طيب اللي بعده وينه؟ أوكي ما هي بذي. كاني قريت كلمة بلوك. أوكي كريسبل نيد فور سميلتر. حلو ريتش رومرز. ما شكلي واهم، شكلي من جد واهم. طيب الآن أيضا فتحنا، شوف الجلايدر شايفينها قبل شوي. الأسرة في سرير جديد يعطينا 2 كمفورت عند النجار، والطاولات سبق شفناها أعتقد هناك. أوه المشب فتحنا شيء فخم يعطينا 4 نقاط تخيلوا، لكن يحتاج برونز، يحتاج نحاس. فشوفوا فتحنا أشياء جديدة. كفو كفو. هذا أيضا فاير بليس يعطينا 3 كمفورت، أكيد نبي نصنع ذا أقوى واحد. وأيضا عندنا الكراسي، الكراسي أنواعها، الباثروم اللي هو الله يكرمكم دورة المياه، وعندنا الإنارات فتحنا أشياء جديدة مثل ما تشوفون عند النجار. ممتاز ممتاز. بالنسبة للأبواب فتحنا أبواب نحاس جديدة تختلف عن الأولى، وأيضا النوافذ، الرفوف فتحنا أنواع. كفو. أيضا الأواني فتحنا عند النجار أواني، وعندنا سلم هنا، وعندنا باب سري تخيلوا، باب سري للجدار وباب سري أرضي نقدر نصنعها الآن. ممتاز. طيب أنت الساحر، الساحر فتح لنا هذه حقت التهيل، التعويذة نقدر الآن نزين منها، وفتح لنا شيء مثل الرعد تشوفونه يسبب شوك أو صدمة. وعندنا هذه طبعا محتاجة النجر لازم نجيبه، هذه بس أشياء جديدة. طبعا احنا سحبنا عليه ما جبنا النجير الى الان، وهو طالبه منا من زمان. هنشوف الباقيين ذولا افتحوا لنا شيء ولا لا. صيادة نادينا. اوكي اعطتنا مهمة، وايضا دقيقة في مهمة ثانية. هنشوف الان اشياء جديدة. افتحت لنا اسهم، السم واسهم هذه من النحاس. حلو. هذا الشيء الجديد عند الصيادة. وايضا سبيشال ارز، اسهم خاصة. وايضا المزارعه، مزارعه فتحت لنا هذه تشوفون الوصفه الجديده. هذه تحتاج البيت اظن، الفجل او ما ادري وش هو، يا انه بطاطس او فجل او علمونا وش هو، انا ما راح اعمل براحه ترجمه، افيدونا انتم. وحتى هنا يا شباب خلاص يعني وصلنا الان، انجزنا انجاز كبير. اكيد من الحلقه الجايه باذن الله راح نبدا بترميم الجدران، ومتحمس والله ان هذا الشيء، لكن ما ودي نطول الحلقه اكثر من كذا. يعطيكم ألف ألف عافية، وصلتوا حد هنا. لا تنسونا يا شباب الشير واللايك كما عودتونا، ونختم قولنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. كان معكم ستورمي، اراكم في الحلقة القادمة في امان الله.